تركوا لنا الكثير ورحلوا، تركوا إرثا عظيما وتراثا زاخرا وعادات وتقاليد أصيلة تربطنا ببعضنا البعض وترسم لنا مسارا مضيئا إلى دروب الأمان. سراي. الفنان القدير محمد جابر. الفنان القدير والمميز محمد جابر الصخي ولد في 20 يناير من عام 1945، وذلك بأحد أحياء دولة الكويت، وتحديدا في منطقة الصالحية. بدأ ارتباطه بعلم الفن عندما كان في مدرسة المثنى الابتدائية، وكان يهوى التمثيل ويمتلك موهبة الكتابة، فهو بادئ الأمر لم يكن فقط ممثل بل كان كاتبا أيضا، وشجعه على ذلك ناظر المدرسة آنذاك، وكانت بداية دخوله للحياة الفنية، وذلك عندما شارك الفنان محمد النشمي في تمثيلية تلفزيونية، وذلك عام 1961. كما شارك في نفس العام بالتمثيل بإذاعة الكويت، وكان ذلك العمل من تأليفه انطلق بعدها مشوار جابر الفني، وذلك بين التمثيل والتأليف وفي المسرح والتلفزيون، وكانت الإذاعة الكويتية هي مستهل تعاونه معها لينطلق بعد ذلك ويحقق انتشارا فنيا لافتا. لمحمد جابر عدد من الأعمال الدرامية الشهيرة، ومنها مسلسل مذكرات بوعلاوي عام 1964، ومسلسل محكمة الفريج عام 1967، ومسلسل أجلح واملح عام 1970. مرة نسلم لعنو بغيبة انت شاكو بتربيني؟ ايه ابوي؟ ايه امي؟ ايه ها هذا والله النجرية. عيد روس انت من تخالي اليوم؟ ها انت عندك شيء متخنن ومزقرت وشت وعقال وشغل عدل، لا لازم عندك شيء، لكن ما تطلع لي تقول لي ما بتروح ولا ما حشة ما تشقح. يا بنت الحلال قلت لك انا عندي موعد مهم، يعني عندي موعد مهم. موعد مهم انا لازم اعرف هالموعد المهم وين؟ ماني زوجتك؟ بلا. ماني شريكة حياتك؟ بلا. مو من حق اني اسأل؟ اسمع عادة، انت طولت فيها وهيك سيرون هتغيرون هكبري. سمعي عادة، انا بطلع واللي تبي تسويه رح تسوي. اي دروسي خلي يلا معك، خذني معك معك، والله لو تشيلين ريولك بالسماء وريولي بالارض ما اخذك معي. وغيرها الكثير من الأعمال التي شارك فيها في الستينيات والسبعينيات، ومن هنا انطلق لسماء الفن وانتسب إلى فرقة المسرح العربي، وعمل أعمالا إدارية بالفرقة حتى عام 1975. لم يتوقف عمله لهذا الحد، بل أسس المسرح الحر بمشاركة من زملائه، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين المتميزين. وبعد ذلك بأعوام ترك الفرقة وأسس فرقة مسرح الزرزور، وخلال تلك الأعوام اشتهر محمد جابر من خلال شخصيته التي أداها بإبداع، وهي شخصية العيدروسي التي ظهر بها لأول مرة في مسرحية اغنم زمانك. وفي الثمانينات زاد عدد الأعمال التي شارك فيها محمد جابر، ومن أشهرها درس خصوصي، بدر الزمان، الجوهرة والصياد، زوجة بالكمبيوتر، وصغيرات على الحياة، ومدينة الرياح. قام الفنان محمد جابر بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية والتي تنوعت ما بين المسلسلات التلفزيونية والأعمال المسرحية،
حيث قام بتقديم مسرحية المنبرة، وذلك عام 1986. وفي عام 1988 شارك في مسرحية النمر الوردي، وشارك محمد جابر في مسلسل الكذب ينفع أحيانا في عام 1990. فتحي ها؟ إيه؟ الليلة. ومرة ثانية لا تأكل مني ومني، تخلقهم من كل مطعم شوية. ماني رايح زين؟ ماني رايح، فكيني بس ماني رايح. أنا حلو العوار اللي فيني فيك، شو ما قلت هالكلام هذا؟ إنزين روح الله يهديك. إيه تعال تسوينا أكل ما أدري شلون قايل. عايشة ولا بس حسبت السويتش نسيته. وشارك في مسلسل قاصد خير في عام 1993. وتوالت أعمال محمد جابر حيث شارك في مسلسل أسرار خلف الجدران عام 2000، كما شارك في مدينة الأمان وكشف حساب وبقايا أمل وبيوت من ثلج في عام 2002. وكتب محمد جابر العديد من الأعمال من مسرحيات ومسلسلات، منها آخر غلطة، الليلة يوصل محجان، للحركتين الفنية والمسرحية في دولة الكويت. واشتهر في أوج نجوميته بلقب شخصية العيدروسي التي أبدع فيها وتميز بها، فتركت علامة بارزة في مسيرته الفنية سواء عبر الدراما الإذاعية أو التلفزيونية أو المسرحية، وهي لا تزال عالقة بذاكرة الأجيال المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي إلى اليوم. استطاعت أهل الخليج مكبوسة يس مكبوسة. شنو هذا زوجة المكبوس. يا آدم يعني الأكل عندكم هني نذية وذكر؟ يس حبيبي عادل. غيره عندنا كمان تكفل. تكفى اي تكفى هذا اكل هذا لخم طويل. كفتة يس تكفى كفتة يبا غيره عندنا مخمر صافي. مخمر يس محمر يس مخمر صافي. غيره مطبع